اليوم شوي موضوعنا بخش بعيداً عن الأكاديمية، وموضوعنا بيهتم في مهنة التصميم بغض النظر عن المجال، سواء كنا معماريين أو مصممي جرافيك أو مصممي وسائط رقمية، مصممي منتج، مصممي أزياء. بغض النظر الموضوع هذا بنحكي فيه. كلمة professionalism البعض ممكن إنه يحددها بمعنى الاحترافية، وإحنا حقيقة اليوم مش راح نحكي عن الاحتراف، لأنه الاحتراف هي إمكانات ذاتية بحققها الشخص حتى يحترف أي مهنة، ولكن إنه يكون مهني هون السؤال. فاليوم راح نحكي كيف المصمم ممكن يكون مهني. كثير ناس نعرفهم بشتى المجالات بغض النظر، مش فقط في التصميم، نطلق ومنحكي إنه هذا شخص مهني. هذا الشخص فعلاً إنه فهمان مهنته وبيشتغل بشكل مهني. تيجي بعدين الاحترافية. لو هيك عملنا عملية مسح عشان نشوف المحترفين بنلاقيهم موجودين، لكن لو عملنا عملية بحث ودراسة عشان المهنية في بنحتاج لكثير من الدراسات عشان فعلا نحط أصبعنا على الجرح ونعرف بالضبط من هو المهني في التصميم، من نستطيع أن نطلق عليه بأنه فعلا مصمم مهني. في عالم كبير، عدد المصممين فيه عالي جدا، قطاعات التصميم في كافة المجالات متعددة أيضا، لكن هناك ما بين هؤلاء اللي بيمارسوا التصميم في صفات، في دلالات، في طريقة ممارسة المهنة تعطينا مزايا مرتبطة بالنزاهة، مرتبطة بالثقة، الثقة المتبادلة ما بين المصمم والمصمم، ما بين المصمم والزبون، ما بين المصمم والجمهور. وهذا كله بتحدد في مسارات محددة لما بكون المصمم فعلا موضوعي ومهني. عشان إيش نقدر نفرز المصمم المحترف المهني من غير المصمم المحترف الغير مهني؟ فإذا إحنا في طريقنا اليوم عشان نحط مفاصل المهنية في التصميم. كثير ناس في دول العالم حددت مسارات لأي مهنة موجودة في العالم حتى نلتزم فيها، وتبنتها بعض النقابات، بعض الجمعيات. فاليوم إحنا في صدد إنه نعرف. لما بدي أحكي عن أي إنسان مهني وأحكي عن نفسي أنا مهني، يكون عندي خصائص، ده تلمس هاي الخصائص في أي ممارس لمهنة التصميم. ممكن الناس لأول وهلة تسأل نفسها وتقول معقول يعني هذه المعايير مهمة عشان أكون أنا مهني؟ أعتقد أنه راح نتفق في بعض القضايا من هون لنهاية الحديث، وممكن أن نختلف في بعض القضايا، لكن الخلاف لن يكون خلينا نقول تنافر. فأنا بتطلع على المصمم من مظهره الخارجي، بتطلع على سلوكه، مدى ثقة الناس فيه أو ثقة زملائه
فيه، قديش أنا بقدر أثق فيه. بعدين بتطلع على مهارته، مهارته في مجال تخصصه، مهارته بلاغته اللفظية في عملية التواصل، ولا أقول الاتصال أقول التواصل، لأنه دائما بيكون الاتصال من طرف واحد من مرسل والطرف الثاني بسمع، زي لما نكون أمام التلفزيون أو أمام الراديو أو أمام أي وسيط للاتصال. أخلاقه، الأخلاق، والأخلاق لها مسارات كثيرة حقيقة في حياة ومهنية المصمم. قديش هو متزن، قديش يمتلك من آداب التواصل والبلاغة اللفظية حتى يتحرك معها. وهذه حقيقة نكتسبها اكتساب، نكتسبها ممكن إحنا في منفصل منها أثناء الدراسة، ممكن أن ننتبه لها، وممكن أنها تكون فطريا، يعني ممكن تكون مكتسبة وممكن تكون موجودة وتحتاج إلى تنمية. فإحنا لما عادة نحكي على التصميم، التصميم ممكن يكون فعل وممكن يكون اسم. المهنة فعل واسم، وفي نتائج لهاي المهنة، مهنة التصميم، وفي مخرجات تنتج على عن التصميم. ونعرف انه دائما نحكي كثير منرددها انه في فرق بين المصمم و الفنان. في الفن المصمم دائما في نتائج أعماله ممكن ترتبط فيه أو ترتبط في موضوع بده ينقله، أحاسيس، مشاعر، قضية، لكن المصمم يرتبط في بالنهاية بتلبية حاجة، بتلبية رغبة بده يفيد فيها الناس. فإذا أي مصمم بده يكون مهني حتى يقدر فعلاً أن يخوض فيها. عندنا كثير من منظمات المتخصصة في التصميم في العالم وضعت مدونات لهاي المهنية عشان تعرف شو المهنية في التصميم ووين الأدوار اللي ممكن يكون فيها المصمم مهني، يعني شو الأشياء، شو المكتسبات اللي بده يلتزم فيها حتى فعلا تكتمل صورة المصمم المبدع المفكر المثقف الواعي بس مهني بده يكون فيها. عندنا مثلا AIGA في أمريكا، عندنا الإيكودي في كندا، وهي يعني من أغلب المنظمات اللي بتنتمي فيها، خلينا نقول أضلع ما بين من الأعضاء ما بين الأكاديميين المؤسسات التعليمية والمؤسسات المهنية. في الأيكودي بتهتم بشكل كبير بالمهنيين، فوضعوا كثير من المدونات حول اللي هي المهنية في التصميم. وضع مدونة مش سهلة، لأن المدونة لما بدها تنحط عشان نحدد فيها مفاصل المهنية في التصميم بده الإنسان يجرد نفسه عند وضعها، يعني ما بصيرش يكون للنقابة أو للجمعية أو للمجلس أو للمنظمة أو لأي شيء إلها أهداف ذاتية من خلال وضع مدونات المهنية. فهي خلينا نقول تتعدى انتفاعات الشخصية. الأيكودي طبعا فسرت التصميم، معنى التصميم وحطوا له ومعنى المصمم، ووضعوا مفهوم خاص مرتبط بأنشطة المصممين، وركزوا على علاقة التصميم في المجتمع في البيئة. ما عزلهوش، مش إنسان، المهنة هاي مش طرف، مش مجرد تسلية،
بقدر ما هي مسؤولية اتجاه الناس، اتجاه المجتمع، اتجاه البيئة. عشان هيك دائما المصمم لما بيسأل أو بينسأل عن دوره، هو مش دوره فقط أن يبحث عن فكرة متميزة، بقدر ما يبحث عن فكرة متميزة تخدم الجمهور، تخدم الناس. فلما بلش المصممين يعملوا كينونتهم المهنية زي الأطباء زي المهندسين زي المحامين، وبلشوا يلتقوا بلش الحديث. فالإيكودي كان من ضمن هذا المنظمات هاي اللي في 63، ولحد الآن مازال هو الرائد في قيادة اللي هي التصميم كمهنة ومصممين كممارسين للمهنة، وممكن يكونوا كمان مدرسين في الجامعات والكليات والمدارس. احنا دائما موقع المصمم دائما بنحكي ومنركز عليه، اللي هو جزء من العملية التصميمية. موقع المصمم دائما يقع بين المطرقة والسنديان، ما بين الزبون وما بين الجمهور. فشكل العلاقة مع الزبون وشكل العلاقة مع الجمهور مرتبطة في مشكلة، في حاجة بده يوصل إليها إلها المصمم عن طريق زبونه ومعرفته في جمهوره، عشان يعطينا حل. في مجال تصميم الجرافيك ممكن يكون الحل بصري، نوصل رسالة. في التصميم الداخلي إشغال الفراغ في العمارة، برضو وضع فراغات معمارية بتخدم الوظيفة، ممكن لمنتج، ممكن في تصميم وسائط رقمية بدنا نوصل معلومة رسالة، ممكن تكون توجيهية وتوعوية ترويجية بغض النظر عنها. فإذا التصميم لما بكون حل لمشكلة مرتبطة بالإنسان، نقدر إحنا نحدد أو نقيس مدى نجاح الحل، بس منقيسه بأسلوب مهني. يعني لما بنيجي بنقيم أي تصميم نطلع على تكوينه ونحكي ممكن لأي اتجاه بنتمي واوا، ولكن بالنهاية نحكي من حالنا ونقول حقق غرضه. إذا حقق غرضه معناته لبى الحاجة، لبى الرغبة، إذا أعطى الإنسان اللي بيستناه. هذا الأسلوب المهني اللي منقيس عليه بنفس الطريقة الطبيب لما بيعالج، أو المهندس لما بحط حلول هندسية في مجالات متعددة ضمن مجالات الهندسة، أو المحامي لما بتابع قضية بهمنا النتائج، والنتائج هاي هي دائما مرتبطة بالمجتمع، مرتبطة بالبيئة، مرتبطة بالإنسان. إذن هناك في مصالح بشرية عايشين في هالكوكب تاعنا وإحنا ضمن نشاطاته. هل كل تصميم بصمم المصمم جيد؟ نحن بدنا حكينا في أدوات قياس لما بدنا نقيس التصميم، العنصر الجمالي، العنصر الوظيفي، بعدين نوصل إنه وصلنا اللي بدنا إياه منه. دائما التصميم الجيد لما بيكون وراه مصمم مهني، ها، والمصمم المهني دائما بيكون مبدع، دائما بيكون مبتكر، دائما بيكون واعي، عنده مهارات فكرية ومعرفية. عشان نحدد انه ليس كل مصمم مبدع هو مصمم مهني يمتلك المهنية. فإذا انا بدي اشوف التصميم هذا اللي هو أخذ اهتمامي وصار له قيمة بحل المشكلة، ولا اتجاهل الجمهور المستهدف. ليش؟ لأن المصمم بتحملش مسؤوليته. المصمم على بأبسط مثال لما كان بيصمم
كان بفكر في عناصر بعيدة عن العملية التصميمية اللي بتنتهي بالتصميم لحل اللي هي المشكلة أو وضع الحاجة. فعشان هيك بنقول التصميم الناجح ممكن يكون نادر. في العملية التصميمية اللي احنا بنحكي فيها هي اللي بتحدد علاقة متى يكون المصمم مهني أو غير مهني. حكينا دائما المصمم مرتبط بزبون، بالجمهور، وعندي مشكلة وعندي حل. كيف المصمم بتعامل مع زبونه؟ وهس رح نحكي عنها، كيف المصمم لما بتعامل مع جمهوره مع زبونه بمهنية، وكيف بيقرأ جمهور زبونه بمهنية. بمعنى إنه مراحل تنفيذ العملية التصميمية تستند إلى آليات منطقية مبنية على معلومات منطقية مرتبطة بالزبون ومرتبطة بالجمهور، عشان نحدد فعلاً ونقدر نقيس المعلومات هاي ونحدد شو الحل اللي بدنا نحطه للمشكلة الموجودة. كيف بتعامل المصمم مع هاي؟ تعتمد على مواصفات خاصة فيه. المواصفات هاي هي اللي بتجعل منه مهني، تجعل منه إنسان مسؤول وعقلاني وقادر على أنه يستلم مجموعة من المعلومات يحللها بعيداً عن المزاجية أو النزعة الذاتية أو الرغبة اللي هي الفردية. نفس الوقت مش كل إنسان اشتغل على برنامج التصميم وبلش يشتغل بقدر أحكم عليه بأنه بالمطلق أنه مصمم. كلمة تصميم لو بدنا نفسرها في المعاجم العربية والأجنبية، دائماً الكلمة مرتبطة في الإبداع، مرتبطة في الابتكار، مرتبطة بالموضة، مرتبطة بالتخيل. هذه من نفسها ممكن نعكسها ونلاقيها موجودة عند المهندسين، عند العلماء، عند رجال الأعمال، حتى عند الأطفال. عشان هيك دائماً نحكي لو أتقن تعليم الفن والتصميم في المدارس لعكست بنفسها على حالة الإبداع عند طلاب المدارس، بغض النظر ليش بدرس الفن والتصميم. إحنا ما مندرس الفن والتصميم في المدارس عشان بدنا الناس كلها تكون فنانين، بس على الأقل بدنا إياهم متذوقين، بس قادر إنه يمسك الرصاص، قلم الرصاص بطريقة صحيحة، ويقدر يمارس التفكير البصري في مخيلته. فلو في الجغرافيا رسم خارطة برسمها باستمتاع، ولو في التاريخ حاول إنه يعبر برموز وعلامات وإشارات بتقنها. طالب الطب، طالب أي مادة، أي تخصص، إذن بخلق الفن والتصميم، بخلق عند الإنسان منهجية بمارس فيها. وهذه المنهجية في التصميم ما بمارسها إلا المصمم المهني. بيشتغلش عفوي، بيشتغلش بشكل عشوائي، بيشتغل بثوابت، بمسارات منتظمة، لأنه بالنهاية بده يوصل لنتيجة، هذه النتيجة مرتبطة بناس تانية. إذن أي مشروع ممكن يمارسه المصمم بغض النظر عن مجاله دائماً بيعتمد فيه على جمع المعلومات، ببحث، بعدين المعلومات اللي بين أيديه بحللها بطريقة عقلانية، وبنحكي مسؤولية اتجاه الزبون واتجاه الجمهور عشان يوصل للمشكلة ويحط الحل. بعدين ببلش يولد الأفكار، بعدين
بعمل نماذج كنتيجه للتفكير البصري، بعمل سكتشات، بعدين بشوف الانسب بطورها، بعدين بعمل اللي هو البروتوتايب او النموذج، بقيمه، واذا نجح بعتمد التصميم. ما بيقدر اي مصمم يمشي بالعمليه هاي الا اذا فهم الجمهور المستهدف، والجمهور المستهدف له سلوك. دائما بدنا نفهم السلوك البشري، كيف بدرك، كيف يتعامل مع بيئه، بيئته او بيئه العمل، كيف بشوف، كيف رده فعله، ثقافته، فكره، عناصر كثيره المصممين دائما بيبحثوا عنها. فهناك مجموعه من المهارات تجمع المصممين حتى تبني عندهم اللي هي أول بذرة اتجاه كيف يكون مهني. التفكير البصري، عمل النماذج الأولية، بفهم في الجماليات، وهي كلها بدرسها سواء في الكلية أو في الجامعة بغض النظر عن التخصص، ولكن هاي بدها تنصهر، بمعنى ما بدهاش تتمها مع المصمم مجرد معلومات أو أشبه بتفاحة موجودة في الإيد. طول ما التفاحة في إيدنا بدها تتمها تفاحة، لكن إذا أكلنا وهضمنا التفاحة أكيد راح تتحول لسكريات ونشويات، راح تصير جزء من كياننا، معكوسة في أداء طريقة أداء عملنا. فالمصمم بتلاقي بيحتاج علم النفس، علم الاجتماع، البيئة والإنسان، أنظمة الإنتاج، أنظمة السوق، توزيع، ترويج، تأثير دورات الحياة، المنتج، كيف المنتج اللي هي اللي إحنا صرنا نربطها بالاستدامة ونربطها بكثير من المفاهيم الحديثة اللي بلشت خلينا نفكر بطريقة مختلفة. عشان إيش؟ عشان دائما نتلاشى ما يسمى بالعواقب الاجتماعية والثقافية والبيئة. بدناش نصطدم بشيء، يعني إحنا لا نبحث عن المثالية، ولكن قدر الإمكان قراءتنا الصحيحة بتخلينا وضمن مسؤوليتنا بتخلينا إن نتعامل بالعملية التصميمية بطريقة متقدمة بتوصلنا لأهدافنا. فعندنا قدرة على تكييف المفاهيم المعرفية العلمية اللي إحنا اكتسبناها، وما نتعامل مع التكنولوجيا وتطوراتها، هذه كلها ضمن عمليتنا التصميمية. أنا ما بقدرش أفكر بفكرة إبداعية وفجأة أصطدم بعدم قدرتي على تنفيذها، إما لسبب مثلاً في البرامج أو في المواد الخام أو في التنفيذ، فبكون دائماً إحنا مستوعبين القضايا المنطقية. حكينا إنه لما بنحكي على المهنية في التصميم نعنيش فقط مصمم الجرافيك أو الوسائط الرقمية اللي هم الآن ضمن ما يعرف بتصميم التواصل البصري أو التصميم الداخلي أو التصميم الصناعي أو تصميم المنتج أو تصميم الأزياء. بغض النظر عن نشاط التصميم، إحنا بنحكي عن كل المجالات ومرتبطينها فيها. في طريقة أو في مفهوم التصميم حكينا كما أشرنا سابقا، صعب نميز بين المصمم والمهندس المعماري والمهندسين، مهندس الميكانيك ولا المدني، وبين الفنانين فيش، لأنه كلنا المفروض في أدائنا وفي عملنا المرتبط في بالإنسان بيحتاج إلى هاي العملية التصميمية. فمجال التدريب يكاد يكون شبيه، الممارسة كيف بنمارس مهنة متقاربة، وممكن في بعض الأوقات تتداخل.
بدنا نعرف دائما، نحاول نعرف أو نقدر نعبر عن وين بنكون مختلفين وين ممكن نلتقي. ممكن المصمم أوجه الاختلاف مع باقي المهن إنه دائما المصمم عنده أكثر من حل للمشكلة الواحدة. ليش؟ لأنه مرتبطة بمجموعة من الناس مختلفين، احتياجاتهم مختلفة، مزاجياتهم مختلفة، نفسياتهم، مستواهم الثقافي، فاحتمالات كثيرة. فمثلا في مجال تصميم الجرافيك ممكن أني أحتاج أعمل إعلان جريدة وإعلان مجلة، لأنه إعلان المجلة يختلف عن إعلان الجريدة. ممكن في التصميم الداخلي لما بدي أعمل ريسبشن أعمل جلستين، أصمم جلستين. ممكن في مجال التصميم الرقمي إنه أعمل موبايل أبليكيشن وأعمل خلينا نقول إنتر أكتيف برنامج موشن جرافيكس أو إنتر أكتيف ديزاين. فيه الناس الحلول كثيرة حتى تتوافق مع الهدف وتتوافق مع الناس، لأنه دائماً المصمم لما بيجي مثلاً المصمم الداخلي بعد المصمم المعماري براقب الناس كيف تتعامل مع المكان، فهو براقب السلوك البشري. المصمم الجرافيك بيشوف الناس كيف بتقرأ، كيف تتعامل مع الشيء، أثر التايبوغرافي، أثر اللون، التكوين كويس كيف بدنا فيها. فإذا تجربة المستخدم هي دائما أساس عند المصمم، ولكن بتكونش على حساب الجماليات. دائما حكينا في التصميم الوظيفة مغلفة بالجمالية، وبنفس الوقت بناخذ الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي في البال. فإذا أي مصمم عنده مسؤولية وبأخذ العنصر البشري بفكره من خلال علاقته مع زبونه، علاقته مع الجمهور زبونه، فبكون عارف تماماً نهايات التصميم مرتبطة بالمستخدم وكيف المستخدم بده يتفاعل معه. فسواء كنا مصممين ولا فنانين، الإبداع بيجمعنا، ومهاراتنا في التواصل البصري موجودة، تحامل مع فراغ، سواء فراغ اللوحة أو فراغ الشاشة أو فراغ معماري أو فراغ بوستر رولب، برضو بنتعامل مع هذا الفراغ، بدنا نكيفه ونحتله بحيث نوصل فيه للجمهور المستهدف الشيء المطلوب، وبنتعامل كمان بعلم الجمال. لكن دائما الفن بيعبر عن ذات الفنان وبوصل موضوع. في التصميم لا، لازم أوصل لحل بلبي احتياجات الناس، ويتحمل وأنا بكون متحمل مسؤوليتي اتجاه تصميمي. مسؤولية اتجاه تصميم، بقدرش أتخلى عن تصميمي، عن نتائج تصميمي، وأقول ما دخلنيش، لأنه المفروض هذا شيء ناتج عن طريقة التفكير ومراحل عمل. المفروض أنا في كل خطوة بقيمها وبطورها إذا كانت تحتاج لتطوير. فلما نحكي تعريف المهنية في مجال العلوم السياسية تعريفها أقرب للأيديولوجية. المهنية هي عبارة عن عقيدة بتأكد التزام أكبر بعمل جيد بدلا من تحقيق مكاسب اقتصادية. أنا بدي أكسب فلوس بس مش أحساب الناس، أنا بدي أعطي تصميم جيد، جودة عمله جيدة، بس مش شرط أن أطمع في اللي هي الماديات. فعشان أكون مهني لازم أكون عندي مزيج من الالتزام بمستوى عال من الأداء والنزاهة
والخدمة العامة. ما حدا بيقول لك اشتغل وما تكلش، صمم بدون ما يجيك أرباح، ولكن لا، في عندي موازنة، عشان أكون مهني لازم ألتزم بمستوى عالي من الأداء والنزاهة والخدمة العامة. هذا شرط. الأداء أدائي عالي جدا، نزاهتي مميزة وشفافة، وأنا بخدم الناس، أنا موجود لخدمة الناس. فإحنا دائما لما نصمم نطلع على النتائج، وهذه النتائج في أي مرحلة من المراحل مربوطة أو مرتبطة بالمستخدم. فالمهنية هي اللي بتميز مصمم بقوم بعمله عشان بس يلم فلوس أو يطمح يكون رقم واحد ويشبع ذاته، بس بيأثرش في الناس، لا بيأثر في ثقافة زبونه، بيرفع من ثقافته، بيهذبه. فدائما بنسمع بعض المصممين بيقول لك يا أخي الزبون عوفني حالي، دائما عدل 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 الزبون، والله ما هو فاهم راسه من إجريه. لما بنيجي بنستقصيها بكون ممكن يكون سببها إنه لما تقدم الديزاين بريف طلب التصميم للمصمم، حقيقة المصمم استعجل، طلع التصميم وما دقق فيه، ولا كان قادر على أن يسأل زبونه أسئلة تكسر الصخرة ما بينه وبين زبونه حتى يعرف بالضبط الزبون وين هو موجود، بالفكرة اللي بفكر فيها، بجمهوره والهدف من استقطابهم والتعامل معهم، وبالضبط شو اللي بتناسب معه. لأنه إذا قرأ المصمم زبونه بطريقة صحيحة راح يعمل ثلاث تصاميم، واحدة بينه وبين زبونه، واحدة إله تماماً كما يراها المصمم، واحدة كما يريد المصمم ولكن بتحكم من الزبون زي ما بده الزبون، بس بتحكم من المصمم. عشان إيش؟ عشان أبني ثقة بيني وبين زبوني. إذا اختار واحدة من الثلاث أنا عززت الثقة بينه وبينه، بدي يصير زبوني مستمع جيد، لأنه أنا في البداية كنت مستمع جيد له، مش بأول ما أجا قال بدي تصميم، بدي أسوي لك، بدي أعمل لك، أنت بدك. طب أنا ما عنديش معلومات، أنا لسه اللي ما استكشفتش الإنسان اللي أمامي اللي اسمه زبون، كويس ما استكشفتوش بالضبط، وما حكي ليش مين المنافسين تعونه، وشو اللي شافه، شو اللي أعجبه، شو اللي ما عجبوش. إذا عنده ألوان أعطاني إياها بدي أتناقش فيها، فإذا لازم أبني ثقة طويلة الأمد ما بيني وبين زبوني عشان مهنتي بشكل عام تكون فعلا في إطارها الصريح. في قواعد للسلوك المهني بتقيدني وملزم أنا مهنيا بعدم تجاوزها، اللي بيسموها هالآن هسه موجودة في أغلب المنظمات مدونات السلوك المهني. كيف أبسطها؟ كيف بدي أبني العلاقة؟ شكل العلاقة مع الزبون، شكل العلاقة مع موظفيني إذا كنت أنا صاحب مؤسسة، أو إذا كنت أنا مصمم كيف بدي أبني شكل العلاقة مع بين الفريق اللي موجود معي أنا بشتغل معه. هذه موجودة، ممكن إن فعلا نستقطبها، وراح نلاقي تباينات فيها زي ما حكينا، لأنه بعض النقابات والجمعيات ممكن تحط المدونات هاي البعض منها بما يتفق مع نوازعها الذاتية، لكن بالأغلب في مواصفات ثابتة ما بيختلفوش عليها. على سبيل المثال نعطي مثال
الأطباء كان أول من وضع المدونات من خلال أبقراط، وضعوا المدونة الخلقية وفي كلمة واحدة: لا تؤذي. لحد الآن الأطباء سايرين على أن الطب مهنة إنسانية، بس أصبحوا سلطة، إلهم احترامهم، إلهم مكانتهم، إلهم تأثيرهم. ليش؟ لأصبحوا كينونة، كيان مهني كويس وإلهم آثار إيجابية على المجتمع وآثار إيجابية على المهنة بممارستها، فصار إلهم كمان مكانة قانونية، صار الناس تحترمهم وصار إلهم مكانة اجتماعية. إحنا المصممين لحد الآن كينونتنا مش ظاهرة، لأنه في تداخلات كثيرة وفي نزعة الاستقصاء فيما بين المصممين، فلسه الجمعيات ما أثبتت ذاتها وما قدرت أنها تعكس بنفسها على المجتمع كسلطة إلها مكانتها وإلها احترامها وممكن أن نقبل آرائهم. طيب أنا بدي أبحبش، كيف بدي أقول أنه هذا مصمم مهني وهذا مش مصمم مهني؟ هلأ بدنا نميز المعرفة في مجال التخصص أكاديميا، هذه شيء تضاف إلى وعيه الذاتي، وعي المصمم الذاتي بأنه إنسان يمارس مهنة وبترتب على هاي المهنة مسؤولية اقتصادية واجتماعية اتجاه الناس، وإلها نتائج وإلها عواقب بدي أكون أنا حذر فيها. فأنا لما بتعرف على المصمم اللي بيمتلك هاي الصفات أنا بقول هذا مصمم مهني وأنا بحترمه، بحترم مهنته، عارف دوره وعارف كيف يؤدي دوره بإيجابية اتجاه تصميمه واتجاه الناس. فكل إنسان متعلم درس التصميم بغض النظر وين درسه كمصمم، هذا يبقى مصمما إلى أن في بعض الدول يعني بدخل امتحان مزاولة المهنة زي استراليا، زي كندا، زي بريطانيا، كثير من الدول. في بغض النظر انت معك شهادتك بس بدنا نشوف مزاولتك للمهنة، هل مزاولة المهنة انه بيقدر يستخدم البرامج؟ هاي جزء منها، بيعرف المواد الخام وطرق تنفيذها هذه، ولكن الاهم انه هل بيعرف اساسيات مهنته ومتطلبات المهنة في العمل؟ بيعرف شو موقعه وبيعرف شو دوره؟ لما بخوه بحكي عن جونيور ديزاينر وسينيور ديزاينر وارت دايركتور وكرياتيف مانجر وترافيك مانجر، هذه الهرمية بدي أعرفها، وكيف الناس هذه بتتعامل مع بعض وكيف تتعامل مع زبونها. هلأ المهني بمارس التصميم كمهنة بيجي راتب عليه، ولكن عنده بورتفوليو في شغل كويس وناجح الشغل، والعملاء، هون استخدمت كلمة العملاء، ما استخدمت كلمة الزبون، لأنه المصمم المهني هو القادر أنه يحول الزبون لعميل. الزبون بيشتري غرض من محله وبيطلع، بس العميل بتلقى خدمة مني، مقابل الخدمة هاي وجد فيها ثقته فيي، ثقته من ناحية الإثكس، أخلاقياتي، كيف أنا صادق معاه، أسعاري مناسبة، كثير من العوامل. المصمم المهني له عنده شكل من أشكال التأهيل، ممكن زي في امتحان الكفاءة اللي بتعمله بعض الجمعيات أو أصبح بعض
وزارات التعليم العالي بأنه أصبح قادر أنه يمارس المهنة، أو ممكن يأخذها من أي جمعية أو نقابة مهنية. المصمم المهني بيعرف دوره تجاه مجتمع المهني قبل المجتمع الخارجي، بأنه مكمل تكميلي مش إقصائي، إضافي، بيضيف شيء، بيحترم الناس الآخرين، بيحترم أفكارهم، بيعتديش خلينا نقول في فرق بين التقييم والانتقاد الذي يعني بيعرف حدوده. دائما هو ضمن الجمعيات والنقابات لأنه بيعتبر حاله له حقوق وعليه واجبات، فلازم يكون ضمن الكيان هذا الموجود. ملتزم بمجموعة من المبادئ، المبادئ هاي ممكن أخلاقية تكون، مبادئ إنسانية، مبادئ اجتماعية، هذه هي اللي بتخليه يميزه يتميز فيها ويكون فعلا ابن مهنة. لما بيجي المصمم المهني وهو بيشتغل بخلفش المعايير المهنية، والمعايير دائما سقفها عالي ومستويات الكفاءة فيها عالي، بيستكفيش في اللي هي خلينا نقول إمكانيات المهنية، بيطور، بصير يتعلم مدى الحياة، دائما بفكر في التصميم الجيد، دائما بكون متواضع، دائما بكون متواضع، حتى لو أتى من أحسن منه يتواضع، لأنه بالنهاية عمل المصمم هو اللي بيعطيه المكانة اللي بيبحث عنها. فده حكينا في سلوك للمهنيين، وفي كثير من البنود اللي ممكن مرتبطة بسلوك المصممين. أخلاقيات المهنة، بيعرف متى يحكي حلال ومتى يحكي حرام اتجاه عمل ما معين، ممكن يضر ناس معينين أو يسيء لناس معينين، ممكن يقول لك بشتغلهاش. أجا واحد وقال له هل عندي هالتصميم بدي أعمل زيه، بقول له بشتغلش. أو كان يشتغل مع عصام اختلفوا، سحب حاله وأجا له مصمم له قال له بدي أكمل الشغل معك، بيعتذر له لأنه في أخلاقيات مهنة، لأنه ممكن نفس الشخص أختلف معاه فيروح له إشي إلى مصمم ثاني. دائما بيمتثل للقانون، حقوق الملكية بيتعامل معها، أي القوانين المهنية ضمن لما بيجي برخص بيتعامل معها، كيف بيحترم وعي العميل، كيف بيبحث على بناء جسر من الثقة بينه وبين العميل، وبيبدأ يهذب فيه حتى يصير يوصل العميل. بعض العملاء يطلب التصميم ممكن تعمل له خيارين، يقول لك اختار واحد منهم، تختار واحد يسألك سؤال ليش اخترته، لأنه بثق فيك. دائما المصمم المهني بعزز، بحفز، بحمس، بكرم، زي ما بنحب إحنا التكريم لذاتنا بنكرم. دائما ما بيجيش بيشتغل بدون عقود، دائما في اتفاقيات، الاتفاقيات واضحة، بيحفظ حقه فيها وبيحفظ حق زبونه فيها، قديش يكلف التصميم، كم بروفة بده يعطيه، إذا أجت التعديلات بعد البروفة النهائية بدنا نحسب 10% إضافة من قيمة التصميم على التعديل الجديد، بدنا نتطلع عليها، كيف أنا بدي أستخدم بيانات زبايني، لأنه ممكن يكون عندي زبونين من نفس المهنة أو من نفس المجال، كيف بدي أحافظ على السرية وأتعامل معهم، متى بكون تضارب المصالح ما بين المصمم وبين المصممين، وما بين المصمم والعميل، وما بين المصمم والمجتمع،
بدنا نكون حذرين دائما. احنا في ناحية إيجابية، دائما احنا في خدمة الناس، لأنه عندي هم وعندي دور اجتماعي تجاه الناس حتى أكون أنا مهني صالح. كيف بتعامل أنا لما بنطلب مني استشهادات، لما بنطلب مني دعوة، أجتني دعوة من جامعات عشان أحكم عمل طلاب، في معايير وثوابت بدي أتعامل معها، بدي أغيب عاطفتي فيها، كيف بدي أحفظ السرية، كيف بدي أخذ مبلغ عالي لتصميمي مقابل القيمة، النتائج، قيمة التصميم نفسه كيف بطلع، كيف بكون، كيف بدي أدخل أنا في عطاءات وفي إلها أخلاقيات كمان. لما بدي أدخل في العطاءات متى بدي أقدم خدمة مجانية بدي أعرف، لأنه المصمم إذا اشتغل مجانا مش راح يأكل، ولكن في بعض الأوقات ممكن أنه يتطوع في عمل مجاني، بس نعرف طبيعة العمل هذا متى يكون، لأنه أنا إنسان وبتطلب مني ممكن في بعض الأعمال الخيرية، في أعمال الوطنية، في أعمال أنه أنا أقدم خدمة مجانية. المنافسة العادلة كيف أنافس ولها أخلاقيات برضو، كيف بديش أستحقر الناس ولا أقصي مصممين وأنزل في ساحتهم، وهذا بفهمش، هذا لا أحطه في جيبتي الصغيرة. في أخلاقيات زي ما حكيت قبل، الإنسان مكانته تأتي من نتاج أعماله ومن بلاغته اللفظية، من قيمته الإنسانية نفسه كيف بكون. المعاملة الأخلاقية للموظفين، دفع حقوق الملكية بأي اتجاه، سواء اشتريت صورة ده ادفع حقها، بلطشهاش بحجبهاش، استخدمت جزئية من عمل فني بدي أوثقها، كيف بدي أدعم اللي هي الجمعيات والمنظمات المهنية عشان أعزز البنية التحتية للمجتمع وللمهنة تبعتي. لما بصمم حكيت في أنا عندي مهمة تجاه مسؤولية تجاه المجتمع، بدي أفكر في الاستدامة البيئية، في التصميم الأخضر، في المساواة الاجتماعية، في التنوع الثقافي، شمولية التصاميم، تنوع فرق التصميم، السلامة العامة، إساءة استخدام السلطة، تشعبات الابتكار التكنولوجي، كيف أنا بأمن مصادري والبنية التحتية اللي بحتاجها، وكيف بدنا نورد، وكيف بدنا نوصل. هذه كلها حقيقة، لأنه أيام المصمم يعمل ضمن فريق، ممكن ما يشتغلش لحاله، فممكن يحتاج فنيين، يحتاج مصورين، يحتاج فني طباعة، يحتاج كيف بدنا نبني العلاقات مع الناس وهم جزء من المجتمع هذا. إذن بالنهاية بحكي عشان يكون عندي مهنية في التصميم تتطلب مني باحترافي التصرف بطريقة أخلاقية، عشان أنا في مراحل العملية التصميمية في عندي تحمل للمسؤولية، في عندي وفاء بإني أنجح في تصميمي اللي بدي أحقق الحاجة أو الغاية أو الرغبة عند الجمهور بدون ما أفشل. كيف بدي أدير شؤوني أنا بطريقة تعزز الثقة في كل مجالات عملي حتى أكون أنا أمام الناس مصدر ثقة، وهذه الثقة بتنعكس على اللي حولي، فأنا بكون نواة وبكون قدوة للناس كلها. عشان هيك دائما بنقول لما بدي أقول أنا مصمم محترف مهني هو مرتبط بالمسؤولية، أنا ببحث عن المسؤولية مش بتهرب منها، بدور عليها بتجنبهاش، لأنه تحمل المسؤولية في كل مراحل التصميم من خلال علاقتي ضمن المعادلة مع زبوني
ومع الجمهور ومع المشكلة باتجاه الحل، أنا بكون ماخذ قرار صحيح لأني بحقق النجاح. وإذا المسؤولية كانت بعيدة عني وتخلت عني، فأنا لن أكون محترفا ولن أكون مهنيا. هاي ببساطة تفسير للمهنية في التصميم، لأنها تكاد أن تكون غائبة عن مؤسساتنا في التصميم، في سوق صناعة التصميم. وأتمنى فعلا أنه نكون نواة لوجود أفق ومدونة تجاه المهنية في التصميم. أشكركم جميعا على إصغائكم. شكرا دكتور، يعطيك ألف عافية. احنا أرسلنا للجميع، إذا في أحد عنده أسئلة أرسلنا إياها الآن. خليه إذا بدك الملف. أوكي طيب أول سؤال دكتور وصلنا من أستاذ محمد، إنه هل ممكن نشارككم هذا الملف في العرض؟ نعم. طيب ممكن أنا أرسله للجميع. وقريبا جدا بإذن الله بيتم ترجمة المدونة، مدونة المهنية في التصميم تاعت الإيكودي للعربي، وبيتم توزيعها على أغلب مؤسسات التصميم في الوطن العربي، وممكن أعطيك إياها وتكون عن طريقك موزع إن شاء الله إلهم. شكرا لك. إذن بعد اعتمادك إن شاء الله. أنا حطيت إيميل، إذا أحد دخل أو وصل اليوم للقاء هذا بدون تسجيل عشان ما حيكون إيميله عندنا نرسل له الملف العرض. إحنا ننتظر الآن إذا في أحد عنده أسئلة، وعشان ما نأخر كمان دكتور. طبعا في ناس كتير تشكرك على المحاضرة، ما شاء الله مجموعة كبيرة، بس ما تطلع الرسائل، احنا للأسف مسكرينها. شكر لهم يعني لوجودهم معي. ما شاء الله الجميع صمت تقريبا إلى الآخر. الحمد لله رب العالمين. حنستنى دقيقة، إذا ما حد أرسل ما بدنا عطلك أكثر من هيك. لا لا بالعكس أنا معك لأي وقت بإذن الله. يسعدني. طب في ناس تسأل عن التسجيل، التسجيل حيكون متوفر على اليوتيوب، حنحط لكم رابط القناة، بس طبعا بنزل بعد أسبوعين من بث الحلقة نفسها. طيب دكتور، في سؤال من الأستاذ هاني بخصوص موضوع خلينا نحكي الأمور المادية أو التسعير أو الأسعار أو التكاليف كلها، هل هذه تدخل من ضمن المهنية؟ لا، هي حقيقة متروكة لمؤسسة التصميم أو المصمم نفسه، لأنه كل مؤسسة أو كل مصمم تكلفة الساعة تختلف من مكان لآخر. بناء الفكرة والفترة اللي بتم فيها بناء الفكرة وتميزها وأصالتها برضو بدخل في الموضوع. لكن المهنية تأتي إنه الإنسان ما يطمعش كثير، ما يبلغش كثير، ويكون واقعي فيها. لكن يعني هذا حق بالاتفاق. هذا بالاتفاق ما بينه وبين زبونه. ما دام صار اتفاق خلص، ما حدش بيقدر انه يقول انه خان زبونه. لا، تم الاتفاق عليه. في ناس بتبيع الشعار بالاف، وفي شعار بتراب المصاري تباع، ولكن كيف اتت فكره الشعار؟ وهل هي متوسط اصيله او متميزه؟ هذا اللي بيميز السعر. لانه لو قدر اي انسان يعمل نفس الفكره كان ما يجنيش انا الي كمصمم.
فأنا ببيع فكرة. هو كان ما شاء الله العرض وافي كتير، فيمكن لحتى الآن ما حد طلع بسؤال. نستنى ممكن شوية إذا إن شاء الله تكون إيجابية مش سلبية. لا إيجابية نعتبرها دائما أكيد. خلينا نقول على النقطة أنت ذكرتها على موضوع إنه كيف الأطباء قدروا إنه يكون لهم كيان واضح بتعاونهم أو عدم المنافسة أو التضاد زي ما حكيت بالنسبة للمسلمين. إلى أي مدى المفروض أن يكون المصمم يتعاون؟ يعني في الآخر الأطباء في رسالة واحدة اللي هي خلينا نقول سلامة المجتمع أو أمان المجتمع. التصميم يمكن ما بدخل فيها من هذه الناحية بسبب أنه يعني في جزء كبير من التصميم يمكن يعتبروا الناس رفاهية خلينا نقول، في إنه بيخدم رفاهية أشخاص معينين أو جهات معينة، يعني ما هو غرض أساسي للحياة، مع برضو في الآخر إنه هو غرض أساسي في بعض نقاط معينة. فهل ممكن إنه المصممين يوصلوا خلينا نقول لقاعدة موحدة في هذا التصور؟ لا، عمر الأطباء وكيانهم النقابي طويل جدا جدا. صح. كويس. وطبيعة الممارسة الطب الطابع الإنساني كويس لعب دور فيه، بس إحنا خلينا نقول ممارسة التصميم في وطننا العربي انتعشت في السبعينات فما فوق، فإحنا لساتنا صغار، بس ما قدرناش إحنا كمصممين رواد إن نعمل كينونة تفرض نفسها وتشعر المجتمع بأنها مهمة، مع أنه إحنا في خدمة المجتمع دائماً بحكيها. فيش إنسان الطبيب لما بيعمل عيادته بده مصمم، إذا بده يعمل أوراقه بده مصمم، إذا بده يعلن عن حاله بده مصمم كويس، إذا بده يعرض جزء من عمليته برضه مصمم في الوسائط الرقمية عشان يسوي له إياه. أغلب فئات المجتمع تحتاجنا، ولكن لحد الآن فئات المجتمع للأسف ما شعرت بقيمتنا، لأنه بعضنا ما قدرش يعكس القيمة. يعني بتيجي في التصميم بقول لك يا زلمة شغل البرنامج، هاي البرنامج بيشتغل، بس الطبيب عمره ما حدا أجى حكى له هات السماعة خليني أسمع النبضات أنا، أو المهندس يأخذ عنه شيء. ف لسه ثقافة الفن والتصميم في وطننا العربي لم تبلغ إلى أن تكون سلطة، عشان هيك دائماً بطالب أنه لما يصير التصميم جزء من السياسات الحكومية، يعني كل الوزارات تتعامل مع التصميم كجزء من عجلة الاقتصاد والأعمال، صدقني ليصير لنا الأهمية. وإحنا للأسف لحد الآن جسمنا سبحان الله مش عارف كيف نقص بعض في بعض الأوقات، يعني لا نتكاتف لكي نخلق هاي الكينونة. ممكن إذا بدأ فيها عصام بديش، لا يا أنا بكون فيها يا بلاش، وعشان هيك في فشل في إنشاء جمعيات ناجحة. طب في سؤال من أستاذ حسام، وأنا بشتغل في سوق العمل في عمان، هنا السوق يقدم أسعار قليلة جداً لا تتناسب مع الخدمة التصميمية وآلية حساب سعر التصميم بالمتر المربع، يعني بتحسب المساحة الإجمالية وتضرب سعر المتر المربع. كيف أستطيع كمعماري محترف تغيير التسعيرة التي تحسب بالمتر المربع حيث من اعتقادي أنها غير مهنية؟ للأسف صارت إرث عندنا في الأردن هاي، صعب تغييرها، ومربوط برضو في النقابة، نقابة المهندسين. لابد من إذا نضلنا من داخل جسم النقابة فعلا ممكن يصير تغيير ولو طفيف، لأن الحياة تغيرت، طبيعة العمل تغيرت، تكاليف الحياة تغيرت. تنساش إنه في كل تخصص في عنا تجار شنطة، يعني اللي أنت بتعطيه بعشرة هذاك ممكن يقول لك بخمسة كويس،
للأسف في من بتنازل عن حقوقهم، وهدول مش مهنيين. طيب في من هاني، هل هناك تجارب عربية نجحت بتكوين عمل نقابي أو مجتمع مصممين يحدد معايير مهنية؟ أعتقد في الأردن أنتم عندكم نقابات، في السعودية عندنا إحنا هيئات مثلاً يعني في عندنا احنا للأسف في الأردن عندنا جمعيات، بس ما قدرتش إنها تكون في موقع متقدم. في تونس، في مصر ما سمعتش حقيقة، ما في بعضها. اللي يشوف في وطننا العربي قليل جدا، قليل، وسببها إنه شو بدي، كيف بدي أجيب، أنا بحبش أتعدى على الناس، بس في حالة انغلاق، حالة انغلاق، نفس الوجوه مستمرة في العمل، ما فيش تغيير، ما فيش إنتاج، ما فيش بصمات واضحة. حتى لو كنا نشتغل من واجه، لأنه مثلا في الجمعيات بيجي العضو بيقول لك شو بدك تعطيني، مع أنه الشغل التطوعي صعب جدا وبده فترة حتى يثمر كويس. وفي بعض الجمعيات تغلق على نفسها حتى تكون ماسكة زمام الأمور، فأنا ما بتشتغلش بطريقة صحيحة. في تعليق من هاني انه بيحكي انه العراق فيها تجربه جيده لكنها اقرب لنادي، بس هدفها فقط تحديد الاسعار. يمكن هذه النقطه، طب كويس. لانه موضوع تحديد الاسعار دائما هذا عليه خلاف كبير. نعم دائما نعم. ليش المكتب كذا او المصمم زي ما انت حكيت الفريلانس او الشنطه ليش سعره كذا وذاك سعره كذا. نعم. كويس انه نادي ومش نقابه وله سلطه. كويس، فهاي جيدة، وأعتقد أنه ندرسها، دراستها جيدة، لأنه ممكن أنك تستفيد منها ونعكسها بإذن في الله. سؤال من يامن، هو ملاحظة بس أنا هعمله كسؤال. هل سلوكيات المصممين المهنيين الحديث عن سلوكهم أو حقوق أو حقوقهم ما إلو ما عليه، هل تدخل من ضمن المهنيين؟ عفواً. حقوق المصممين ما إلو ما عليه، سواء فنية أو نعم. سواء مالية، هل تدخل نعم من ضمن المهنيين؟ نعم نعم تدخل في السلوك المهني، موجودة في المدونات، ولكن غياب كيان يمثل المصممين بضعف القضايا هاي. طيب احنا فعليا خلصنا جميع الأسئلة الآن. نشكرك دكتور تاني مرة على وقتك وعلى العرض الرائع، ونشكرك جميع الحضور اليوم. شكرا لك، يعطيك العافية. يعطيكم العافية. شكرا لكم، نراكم على خير. شكرا للجميع. شكرا. السلام.